الله، اوكي، ثلاثة اثنان واحد، يلا اهرب. يا للهول، يا سلام، قام الاعصار بتفجير الدبابة وطارت ايضا يا رفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم اصدقائي، معكم ايوب او يوبي، ولوتلكم بمقطع جديد من لعبة جي تي اي سان اندرياس. وفي هذا المقطع يا رفاق سوف نقوم بتجربة مود جميل جدا، وبصراحة لقد اعجبني، ولهذا اردت ان اشاركه معكم، وهو مود تورنيدو او مود الاعصار. فبسم الله على بركة الله، وهيا لكي ننطلق. بداية يا رفاق، أتمنى ألا تنسوا دعمنا بلايك، واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وقموا بتفعيل زر التنبيهات كي يتم تنبيهكم كلما نزلت مقطع جديد، وانشروا المقطع مع أصدقائكم، وهيا لكي ننطلق. طبعا سوف تتساءلون ماذا حصل لهذين الاثنين هنا. هذا كان بسبب الإعصار الذي حصل هنا قبل قليل يا رفاق. فالآن سوف نظهر هذا الإعصار يا رفاق، ولكن مشكلته بصراحة وهو أنه ينتهي بسرعة. انظروا معي الآن سوف يظهر. أوه، شوفوا 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 في هذا الإعصار، يا سلام، لكن سوف ينتهي الآن في غضون ثواني يا رفاق. وهذا هو مشكلته يا رفاق. هل ترون عندما يظهر الإعصار فإنه يختفي يعني بسرعة كبيرة جدا، وهذا هو مشكلة المود صراحة. رغم هذا المشكل إلا أن المود فقد أعجبني كثيرا جدا. حسنا، الآن سوف يظهر الآن الإعصار من جديد، واستعدوا. دعونا لكي نهرب إلى مكان بعيد قليلا. أوه، شوفوا معي، لقد قتل الكثير من الناس. هل رأيتم؟ شوفوا حجمه، يا سلام عليك، انظروا كم شخصا قام بقتله هنا. يا للهول، مع انهم بعيدين عن الاعصار، الاعصار كان هنا، لكن انظروا الى اولئك الاشخاص الموجودين هناك بعيدون جدا عنه، ومع ذلك فقد قتلوا يا شباب. حسنا، الان سوف اقوم بتجربة يا رفاق، ماذا سيحصل اذا اظهرنا الاعصار بالقرب من السيارات يا رفاق. حسنا، ثم نهرب. ابقى بعيدا، ابقى هناك حتى يظهر. اوه، هل رأيتم؟ لقد قام بتفجير السيارات يا رفاق، يا للهول. يا شباب انظروا اين وصلت النيران، يا سلام، لم اكن اتوقع بان الاعصار قوي الى هذه الدرجة، يا سلام علي، والله المود مرة خرافي جدا. حسنا، سوف أقوم بتدمير بعض السيارات، بعد ذلك سوف أقوم ببعض التجارب يعني على هذا المود الجميل جدا على هذا الشكل. ثم أيوه يا سلام، أيوه، انظروا لنرى الآن كم من سيارة سوف تنفجر فيها بواسطة هذا الإعصار. قريب، لا أرى أي انفجار. واو، غريب، لم يحصل أي انفجار، مع أن الناس هنا قتلوا في داخل السيارة، لكن الإعصار لم يفجر ولا أي سيارة. حسنا، يلا الآن سوف أهرب. يا سلام، انفجرت السيارة، لكن لماذا سيارة الشرطة لم تنفجر؟ مات الشرطة يا رفاق، انظر معي، مات رجال الشرطة لكن لم تنفجر سيارتهم. حسنا، إذا سوف أقوم بأخذها وركوبها والهروب بها. ماذا عن الدبابة يا رفاق؟ هل يستطيع الإعصار تفجير الدبابة؟ سوف أقوم بتجربة هذا الشيء الآن. أتذكر أن لدي دبابة في مكان ما هنا يا رفاق، لحظة، سوف أقوم بأخذ الدبابة الموجودة في تحت هذا الجسر على ما أظن. نعم، موجودة هنا، يا سلام عليك، هذه هي الدبابة. الآن سوف أقوم بتجربة يا رفاق، سوف أقوم بتجربة الإعصار ضد الدبابة. هل يستطيع الإعصار تفجير هذه الدبابة أم لا؟ هذا ما سنكتشفه معا، وهيا لكي ننطلق. حسنا، سوف أتي بها إلى هنا ثم أنزل. جميل جدا، أو قد أقوم يعني بشيء حسن، لا يهم. ثم أظهر الإعصار. الله، أوكي، ثلاثة اثنان واحد، يلا أهرب. يا للهول، يا سلام، قام الإعصار بتفجير الدبابة وطارت أيضا يا رفاق، الدبابة طارت،
طارت الدبابة حتى السيارة التي كانت موجودة بالقرب منها لقد انفجرت، والدراجة أيضا. هذه هي الدبابة، واو لقد انفجرت يا رفاق، انظروا معي. تحطمت الدبابة ونزلت إلى الأرض. طارت الدبابة يا شباب، لا أصدق هذا، لا أصدق ماذا. ماذا حصل لس... السيارتان، السيارتان التي كانت بالقرب من الإعصار طاروا أيضا يا رفاق. يا سلام. هذه أول مرة بصراحة أقوم بهذه التجربة يا رفاق، وقد كانت تجربة مميزة 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 جدا. سوف أصعد فوق سيارة هذا الشخص ثم أقوم بإظهار الإعصار من جديد. أوكي ممتاز، الله الآن اثنان. أوكي فالله رب، لا 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 لا. هل رأيتم السيارة؟ طارت السيارة. يا سلام، جميل جدا. انظر معي لهذا الإعصار الضخم جدا، واو إعصار قوي جدا. السيارة الوحيدة السليمة في هذا المكان هي هذه السيارة الزرقاء. سلام، ممتاز جدا جدا. دعونا لكي نذهب إلى مكان آخر لأن ذلك المكان مليء بالفوضى يا رفاق. حسنا سوف نأتي. ماذا عن القطار؟ وماذا عن القطار؟ هل نستطيع تدمير القطار بواسطة الإعصار؟ لكن كيف سنستطيع إيقافه بالأول؟ هذا هو السؤال الذي يحيرني. أنا أعرف متى يمر القطار من هنا، لهذا سوف أذهب إلى المكان، إلى محطة القطار التي يتوقف فيها، وهناك سوف عندما يتوقف القطار سوف أظهر الإعصار يا رفاق من جديد لكي نرى إذا كان سوف ينجح في هذا التحدي أم لا. حسنا الآن سوف يظهر القطار بعد قليل، بعد قليل أعتقد باقي 4 دقائق وسوف يظهر القطار، لكن أنا سوف أقوم بتسريع الوقت على هذا الشكل. لحظة. الآن في أي لحظة قد يصل القطار؟ هل رأيتم ما أخبرتكم به؟ في أي لحظة سوف يصل القطار؟ والآن الإعصار. لم أموت. الإعصار لم أموت. لحظة. كيف؟ ليس عندي مود النوكليب. مشكلة. عندي ممتاز. كيف أتحرك؟ ممتاز هكذا. لا تقل لي أنني مت. انهض يا سيجاي. ممتاز، القطار توقف. انظر معي، سائق القطار لقد مات المسكين. الآن دعونا لكي نقوم بتجربتنا يا رفاق، لكن أولا سوف أصعد فوق القطار حتى يكون الأمر سهل جدا. ممتاز، على هذا الشكل. لحظة. ممتاز، نزلت فوق القطار، جميل جدا. والآن سوف نقوم بتجربتنا يا رفاق. أوكي 3 2 1. دعونا لكي نرى. لم يفجر، لقد فشل الإعصار في التحدي ضد القطار. هل رأيتم؟ لم يستطع تفجيره أبدا. حسنا الآن لنهرب، لنرى. لم يستطع تفجيره أيضا، غريب جدا. لم يستطع الإعصار النجاح في هذا التحدي. دعونا لكي نصعد إلى القطار ونقوم بركوبه نحن. كي ممتاز. يا سلام عليك، ركوب القطار وقيادته أمر جميل جدا. هل أستطيع الخروج عن السكة الحديدية؟ لا أعرف الصراحة، لكن لا يمكن. اخرج من السكة. كيف اخرج من السكة الحديدية يا رفاق؟ انزل يا اخي، هيا. واخيرا نزلنا من القطار. حسنا سوف نقوم باخر محاولة يا رفاق ضد القطار. هل سوف ممتاز، لنرى الان اذا كان سينفجر. لا لم ينفجر. وماذا عن باقي العربات الاخرى يا رفاق؟ العربة الاولى لم ينجح معها، سوف نرى العربة الثانية. نرى. انفجرت السيارة لكن القطار لم ينفجر ابدا ولم يتزحزح من مكانه. هذا امر غريب جدا. وهناك شيء اخر اريد تجربته يا رفاق في هذا المود،
وهو لحظة. لا 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 كيف أستطيع؟ كيف أستطيع الخروج؟ القطار يتحرك لوحده. حسنا يا رفاق، التجربة التي كنت أريد أن أقوم بها وهو أن أقوم بالسقوط، يعني أن أظهر الحقيبة الطائرة، بعد ذلك أظهر الإعصار فأسقط وسط هذا الإعصار لكي أرى ماذا يوجد في منتصف هذا الإعصار. لكن كما ترون للأسف لم يحالفنا الحظ، فلدي هنا لا أعرف ميزة، يعني ميزة غريبة جدا، وهي تستطيع ركوب بجانب السائق، وهذا ما حصل لي مع هذا القطار. الآن أصبحت الآن القطار الآن لا يريد التوقف يا رفاق كما ترون. على العموم هنا وصلنا إلى نهاية المقطع، فأتمنى أن ينال على إعجابكم، وأتمنى ألا تنسوا دعمنا بلايك واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وقوموا بتفعيل زر التنبيهات لكي يتم تنبيهكم كلما نزلت مقطع جديد، وانشروا المقطع مع أصدقائكم. كان معكم أيوب أويوبي، مع السلامة.